موقع الجامع بين شارع الشيخ عمر وسور بغداد القديم عند الباب الوسطاني الذي كان يعرف سابقاً باسم باب المظفرية في جانب الرصافة من مدينة بغداد، ويطل على الطريق السريع المعروف بشارع محمد القاسم. يعود بناء الجامع إلى القرن السابع الهجري، القرن الثاني عشر الميلادي، وقد نسب اسم الجامع إلى الشيخ عمر السهروردي الذي دفن في المقبرة الوردية المجاورة للمسجد، وقد جدد عمارته في عهد إسماعيل باشا والي بغداد 1212 هجرية، ثم جدد في عام 1902 ميلادية، وكذلك في عام 1926 ميلادية، وأهم تجديد كان في عام 1964 ميلادية الذي قامت به وزارة الأوقاف العراقية.